السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صرف وتحويل العدد والمعدود كتابي في اللغة العربية الوحدة الخامسة على بركة الله. إذا المهم هو هذا نجاوب راسو. إذا أقرأ الفقرة الأخيرة من النص. أعظم رفض في ماشي أعظم لا في أعظم لا بدلوا العنوان. أعظم أو أشهر رفض في التاريخ الحديث. مهم على أيين كم كان عمر روزا باركس عند وفاتها؟ كان عمره 92 عاما. العدد هو 92. المعدود عاما. نعم إذا بالنسبة للأعداد كاين مفرد ومن كيكون بوحدهم مثلا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة تسعود يعني ثلاثة تسعود هادو تاهما مفرد. العشرة من كتكون بوحدها كنسميوها مفرد. المئة أو الألف هادي كتسمى يعني مئة مئتان هادي كتسمى هي مفرد. بالنسبة لمن إحدى عشر هادو علاش دايرهم بوحدهم غندير من إحداش من إحداش حتى لتسعة هو مركب ما كيكونش بيناتهم حرف جر حرف عطف مثلا واحد وعشرون هذا كنسميه معطوف بحال هادو اللي فيه الواو كنسميه معطوف. هذا اللي مركب اللي ما فيهش الواو 11 12 13 14 الى 19. المهم دابا شنو اللي مهم عندنا في العدد والمعدود؟ اسمع معايا. اذا هاد الواحد والزوج دائما توافق شنو دائما توافق المعدود. شوف صندوق واحد هذا مذكر هذا مذكر. قطة واحدة قطتان اثنتان صندوقان اثنان. اذا دائما الواحد والزوج ديما موافقين خو يكونوا مع هادو خو يكونوا في المركب وخو يكونوا في المعطوف. دائما اقل شنو الواحد واحد واثنان دائما توافق دائما. ثلاثة وتسعود من ثلاثة حتى لتسعود دائما تخالف. يعني شوف هنا دائما تخالف تكون مفرد ولا مركب ولا معطوف. كيفاش؟ شوف هنا خرج ثلاثة أولاد. شو أولاد؟ هذا المعدود هو الأولاد. مذكر درنا ثلاثة مؤنث. شوف هنا بنات مؤنث ثلاثة درنا مذكر حيث لا تأنيث. فهمتي؟ يعني من ثلاثة حتى لتسعود كتخالف المعدود. العشرة عندها جوج حالات. عشرة شوف كل شيء سهل. هذيك الواحد وزوج قلنا دائما تطابق أو توافق. من ثلاثة تلت سعود دائما تخالف. العشرة عندها جوج حالات. إذا كانت بوحدها تخالف. إذا كانت غير بوحدها عشرة بحال هكا اشتريت عشرة حيت الكتب مذكر جات هي مؤنث. شوف هنا عشان اشتريت عشرة دجاجة مؤنث جات هي حيدنا لها تأنيث لأن دجاجة مؤنث. إذا العشرة إذا كانت بوحدها كتخالف. إذا كانت مع هادو بحال هنا وهنا فهي كتجي موافقة. شوف هنا خروفا شوف هنا عشرة حيدنا لها التاء جات بحال الخروف حتى هي مذكر. هنا مركبا كذلك شوف هنا مؤنث سفينة عشرة بالضبط. إذا ما فهمتش واش تبعتوا ولا ما تبعتوش. إذا الواحد والزوج دائما توافق المعدود. من ثلاثة تسعود دائما تخالف. العشرة تخالف إذا كانت لوحدها كانت مفرد. إذا كانت مع عدد اخر فهي توافق. اذا هنايا شوفوا مثلا 11 12 هنا شريت احد قلنا الواحد دائما يوافق احد خروفا ما قلناش احدى. شوف هنا نقولوا احدى شو ناجع شوف. اذا 10 لان جات في مركبه توافق 11 هذا يوافق خروف و11 هذه وافقات لنا نعجة والعشرة هي وافقات النعجة في التأنيث. اثناش وهنا اثنا عشرة مركبا. إذا هنا ما قلناش اثنتا حيث مركبا مذكر نقولوا اثنا وكان مؤنث نقولوا اثنتا بحال هنا اثنتا عشرة سفينة. من ثلاثة قلنا 19 تسعود دائما تخالف ولكن هنا كاين ثلاثة وكاين العشرة. إذا عندنا جوج حالات غنقولوا ثلاثة غادا تخالف والعشرة غادا توافق لأن قلنا العشرة إذا كانت مركبة توافق. إذا اشتريت خمسة عشرة أو عشرة قلما خمسة عكس أو تخالف القلم مذكر جاتي مؤنث. العشرة توافقه لأنها مركبة.
العشرون هادو كيتسموا ألفاظ العقود، هاد 20 30 40 50 60 70 90 هادو ألفاظ العقود. كنمشيو ب 10، العقد هو 10، 10 سنوات. إذا كنمشيو ب 10، هاد العقود ما عندهم حتى علاقة بالمعدود، ما كيأثرش فيهم، يكون مذكر ولا مؤنث. شفنا 20 مقعدا مذكر، هادي بقات هي 20، 20 وسادة كذلك بقات 20. إذا سمعنا، إذا دابا ديما نشوفو الزوج، نشوفو الجوج الواحد، نقولو نخليوهم توافق. ثلاثة من ثلاثة لتسعود دائما تخالف، العشرة كانت بوحدها تخالف، كانت مركبة أو معطوفة توافق. صافي، المهم غنشوفو في الأمثلة. شوف هنايا مثلا، هاي ثلاثة قلنا كيدنا ثلاثة دائما كتخالف. شوف هنا في المزهريتي أربعة، أربعة، شوف حيت اللون مذكر جات هي 40، ما قلناش 40. و 30 راه ما عندناش مشكل، 30 قلنا ما كتاثرش، كتبقى دائما 30 سواء لونا او اللي كان خو يكون مؤنث. ما الجمل التي سبق فيها المعدود والعدد؟ اذا غترجع من النص تشوف، اذا الجمل الاولى اللي فيها سميتها هذاش من هذا، اذا الجمل اللي فيها غرفتي صندوق واحد، في غرفتي صندوقان اثنان، اذا كتسبق فاش كيكون العدد والمعدود كتكون اثنان. اذا واحد وجوج يسبق المعدود العدد ويطابقه في التذكير والتأنيث. مع اول جواب ديال واحد هو مع واحد واثنان يسبق المعدود العدد. كنشوفوها ما قلناش واحد صندوق، قلنا صندوق واحد. اذا شكون اللي سبق؟ سبق العدد، المعدود هو اللي سبق. اما في الحالات الاخرى مع العشرة والثلاثة وداكشي ديما كيسبق العدد. اين جاء المعدود مفردا منصوبا تمييز؟ اين جاء؟ ها هو غتشوفوا هذا القاعده، يكون من ثلاثة الى عشرة يكون المعدود جمعا مذكرا. كيتكلموا على هذا، كلموا على هنا مره. شوف بحال هنا جاء المعدود، جاء مذكر مجرور، هنا جاء ماشي مذكر، جاء جمعا مجرور، هنا جاء مفردا مجرور، هنايا جاء مفردا منصوب. كتشوفوا مع من كيجي منصوب؟ من الى. اذا دابا هذا نمشيو هنا، اذا من ثلاثة الى عشرة يكون المعدود جمعا مجرورا بالاضافة ويخالف العدد في التذكير والتأنيث. مع مئة ومضاعفاتها يكون المعدود مفردا مجرورا بالإضافة والعدد. شوفوا هذاك العدد، هذاك اللي قلنا مع المئة مثلا، كاين المثال اللي عندكم، رأيت مئة طائرين مفردا مجرورا. وشوفوا الجدول، رأيت مئة حمامتي مفرد مجرور، حمامتي مع المئة شيء مضاعفة، يعني مئتان. نعم، هنا كيف جاء العدد مع المعدود في العقود؟ مع 20 إلى 90 يأتي المعدود مفردا منصوبا. علاش؟ في البيت 20 مقعدا و 20 وسادة، مفرد منصوب، وسادة مقعدا. إذا هذه هي القاعدة، قرأوها صافي. المهم نتوما تعرفوا هادو اللي قلت لكم، وكيبقى لكم واحد المسألة أخرى هي داك المعدود، المعدود اللي كيجي بعد العدد، تشوفوا إمتى ديروه مفرد، يمشيكو مفرد منصوب ولا مفرد مجرور ولا جمع مجرور. إذن أركب جملة فيها المعدود مفرد منصوب على التمييز. راهي الأولى، حفظت 15 صورة. ها هو المعدود منصوب على التمييز، ها هو مفرد، ما قلنا الصور، قلنا صورة. إذن هنايا اجعل كلمة معدودا مفردا مجرورا. هنا هذا قالك ديروه مفرد، مفرد مجرور، ومفرد مجرور كيجي غير مع المئة، المئة ومضاعفات، فهمتي؟ يعني نقول هنا جاء مئة رجل، نقول جاء اشتريت مئة حذاء، ولكن احنا بغينا نخليو هاد الكلمة بحال هكا. إلا بغيتو ديرهم لهادشي، أنا قلت ربما غلطوا في السؤال، أما إلا ما كانوش غلطوا، تقول مثلا هنا جاء، غادي تخليها، وتقول هنا اشتريت 300 حذاء، ما
ما جاتش ما جاتش. غادي نبقاو نديرو 200، نديرو فيهم كلهم 200 بلاش. اذا قولوا اشتريت 3 أحذية في القفص 10 طيور، قطعت 3 تفاحات. اما هنا جا جمع مجرور، هنا نوعنا ديجا مفرد مجرور هذا جمع مجرور. اذا اركب العدد والمعدود في الجملة. 51، شوفوا هنا هاد الواحد قلنا دائما يوافق الكبش مذكر، نقول احد. الخمسون ما عندناش فيها مشكل، كتبقى لان ديال العقود، نقول احد وخمسون كبشا. هنا 13 عندنا 3 قلنا كتخالف ديما، اذا كتاب مذكر غتجي هي مؤنث، نقول 13. العشرة جات مركبة توافق، نخليوها مذكر، اذا 13 كتابا. هنا العشرة قلنا لك كانت بوحدها كتخالف الأقسام مذكر، جات هي مؤنث، نقول 10 أقسام. أكتب العدد بالحروف بعد أن بلغت روزا 80 من العمر. إذا ماتت روزا عن عمر يناهز 92 سنة، يعني عن عمر يناهز 92، لأن اثنتين خصها توافق لنا السنة لأن مؤنثة، و90 ما عندناش مشكل. كملنا انا والله ما نعم. المهم ننتبهوا شويه للتمارين، راه غادي يجيكم هادشي ساهل. يلا السلام عليكم ورحمه الله، صلى الله على رسول الله.